داك الشخص اللي كاملين كنعرفوه كيخدم وكيدير واجباته وعايش الحياه وما مسوق لتحد وما كيحاول يتشبه ولا يامبرسيوني حد، وفي الغالب كيلقبوه بالمعقد، ولكن اغلب الناس ما كرهوش انه يولي عشيرهم. هذا الطوموبيل اخوتي هي الداسيا الدستر اللي كلشي كيسبها وكيعرق ليها، واخا اغلب هاد الناس ما كرهوش يكسبوها ويسوقوها. هاد الدستر اخوتي دايره في حال ديك المطرقه اللي فيها التورنوفيس والموس واللقار والمنشار والكلامونير، بحيث كدير كلشي وفيها كلشي، الكونفور والفيابيليتي والاقتصار والقوة وكابابل في الأوفرود من الفوق. يلا باش بلا ما نطول عليكم وعلى ضيفنا، رحبوا معايا بالداسيا داستر، صفقوا عليها. وقبل ما نبداو نعبروا ليها الزيت، ما تنساوش تابونا في القناة وتكتروا من اللايكات والكومنتيرات. الداسيا داستر اللي غادي نهضروا عليها اليوم اخوتي هي الدوزيام جينيراسيون، واللي بدات خدمتها في 2017، وبالضبط الموديل الفيس ليفت اللي خرج في 2021. اول بلان غيطيح في بالكم اخوتي منين غتشوفوا هاد الفيرسيون 2021 هو الشكل اللي ما تبدلش بزاف كاع، افحال كيف ما تبدل مثلا عند الهيونداي توسان ولا النيسان جوك. الجواب على هذا السؤال اخوتي غيكون بسؤال نيت، واللي هو واي تشينجين او وينين فورمولا. وبالعربيه تعرفت الداسيا بامكانها تردها فيوتوريستيك ومودرن افحال السيكات ولا الفورد كوغا، ولكن دارت كيف ما دارت المرسيدس مع الجي كلاس اللي حافظات على الشكل المربع والكلاسيك ديالها. وعلاش هذا الشيء؟ غير حيت هذا الديزاين ناجح وعاجب الناس، وما كاين لا الشركه تخسر فلوس على ديفلوبمون ديال ديزاين جديد اللي يقدر ما يعجبش الناس ويولد واحد الشق عند الكونسوماتور. الشركات اللي كيتبعوا هاد استراتيجي كوميرسيال اخوتي في الغالب كيبدلوا غير الشكل ديال لي فار والسينياتور ليمينوس وبطبيعه الحال الانتيريور. وداكشي اللي ترنيت الفازا فون ديال هاد الداستر زيان لي فو دي جور ليد وبالبوكلي 3 دي، ومام حتى الفاساريير اللي ولات كتجيب لي فروج سيني بالحرف ايكغيك في عوض المربعين اللي كانوا كيشبهوا في تصميمهم الجيب رينيجيد. بالنسبه الى ما عجبكمش هذا الديزاين، ما عليكم غير تسناو اللونسمون ديال الداستر 2023 اللي غتجيب الداسيا لينك، واللي هي ليدونتيتي جديده ديال لامارك، واللي غتكون حتى في السانديرو والجوكر واللوغان. الجوانت هنا اخوتي كيجيو يا اما ب 16 بوس واللي كيتسماو بالفيجي في الفيرسيون الاسونسييل، وبالاوراغا في الفيرسيون ديال الكونفور، وكيطلع حجمهم حتى 17 بوس في الفيرسيون ديال البريستيج. وكاع هاد لي فيرسيون اخوتي كيجيو بلي بار دو توا. هاد اللوك اخوتي غيبان لكم معربن وقبيح الا قارنتوها مع التوسان، ولكن ما تزربوش غادي نقول لكم لا ياش كيصلح. بالنسبه لاكبر شونجمون اللي تدار في هذا الموديل غتلاحظوه في الانتيريور، هنا الداسيا تخلات على الديزاين القبيح ديال الانسكريمونطاسيون مولات التروا سيركل، وعوضاته بهذا الديزاين اللي سامبل مينيماليستيك ومودرن، والطابلو دبور اون جينيرال ولا مقبول وما بقاش كيدار في العينين. والاهم من هذا الشيء هما دوك ثلاثه الفتحات ديال التهويه اللي كاينين في السونتر، بحيث كيعوضوا لي غري دايراسيون اللي ما كاينينش في لي بلاص اريير. بالنسبه للفيرسيون اسونسييل كتجيب السيستيم ديال بلاك اند ميوزيك اللي فيه ليكتور سي دي والام بي 3 والكونكتيفيتي بلوتوث وبلي كوموند في الفولون. بالنسبه لي فيرسيون ديال الكونفور والبريستيج كيجيو بالسيستيم ديال ميديا ناف واللي فيه وي بوس، وكيجي بالوايرلس اندرويد اوتو والابل كار بلاي. هنا الديزاين والجرافيك ما بيهش والطون دي ريبونس مقبول نوعا ما. البلان الواعر هنا يا خوتي انها كتجيب الكليماتيزاسيون مانيوال دي لا فيرسيون دو باز، واللي في هذه الحاله هي ليسونسييل، لا هي ولا الكونفور. هاد لا كليما خوتي كتولي اوتوماتيك في الفيرسيون ديال البريستيج. بالنسبه للناس اللي ما قنعهمش الديزاين ديال الانتيريور، ما عليكم غير تسناو الفيرسيون الجديده اللي ولات مودرن ديال بصح، واللي زاد زينها هما الفتحات ديال التهويه اللي خداو لا فورم ديال ليكزاغون في عوض السيركل. في هذا الداستر الجديده اخوتي الداسيا حيدات لي فيرسيون ديال الكونفور والبريستيج وعوضاتهم بالجورني اكسبريشن والجورني بلس. اما افضل فيرسيون تقدروا تاخذوها اخوتي في هذا الداستر هي الكونفور مولات الفور ويل درايف، واللي غتولي سميتها الاكسبريشن فور ويل درايف في الموديل الجديد. فالا ما كنتوش غتاخذوها بالفور ويل درايف اخوتي غير بلا ما تشريوها، ومن الاحسن انكم تشريو اختها السانديرو ستيب واي، بحيث غتقتصدوا عليه 6 المليون. في هذا الفيرسيون ديال الفيس ليفت اخوتي الداسيا دارت واحد الميزاجور كبيره في السيستيم الفور ويل درايف، واللي ولا رياكتيف وكابابل انه يلغي الدور ديال الديفيرونسييل ويلعب الدور ديال الالكترونيك ليميتد سليب ديف، بحيث دابا ولا قادر انه يصيفط التورك والبويسونس للرويده اللي عندها احتكاك اكثر مع الارض. هذا الشيء اخوتي ما عناتش عليه الداسيا، ولكن بان في لي تيست ديال الرولرز. وليكن في علمكم اخوتي ان الاداء ديال هذا الداستر وبهذا الابديت ولا احسن ب 1000 مره من الاداء ديال الهوندا سي ار في والتويوتا الراف 4، ونقدر نمشي بعيد ونقول لكم انه ولا احسن من الفور موشن اللي كاين في التيغوان.
اما الا بغيتو تزيدو تحسنوا البيرفورمانس ديال هاد السيستيم، اما عليكم غير تلوكي والفور ويل درايف وديزاكتيفيو لو اس بي. ونزيدكم اخوتي انه في واحد التيست داروا مات واتسون فروم كار واو واللي قارن فيه الاداء ديال هاد الداستر مع اللاند روفر ديفندر، بحيث طوموبيلتنا استطعت انها تغلب على كاع لي زوبستاك اللي كانوا في التريل بحالها بحال الديفندر اللي فيها موتور ديال 3 لتر 250 عاود واللي ساويه على 80 مليون. نقطه اخرى اللي خصكم ديروها في بالكم اخوتي هي ان الديفندر كانت مجهزه بليبنو توتيرا اللي هما الجودريش الكاوتو، في حين ان الداستر كانت مجهزه بليبنو اول سيزون. وما عليكم غير تصوروا الاداء ديالها كيف غيولي ونتركبوا ليها البنوات ديال الجودريش. اما الا بغيتوا تسرعوها اخوتي ما عليكم غير تانستاليو ليها هاد الديفلوكر اللي ساهل ماهل ورخيص من الفوق وكيتاكتيفا وديزاكتيفا ميكانيكمون وبلا حتى شي تدخل من طرفكم. اما السطاج الاخر اخوتي هو هاد ليميتد سليب ديف اللي كيتانستالا في لاكست القدام واللور واللي يقدر يلوكي ويصيفط حتى 70% ديال التورك للرويده اللي محتاجه. المشكل الوحيد اللي كاين هنايا ان الثمن ديالو يقدر يبدا من 8000 درهم حتى 10000 درهم. البلان زوين اخوتي بهذا الدستر ان ثمنها رخيص والشكل ديالها اللي بارودرو كلاسيك واللي غيشجعكم انكم تغيسوها وتكرفسوها، في حين كونوا متاكدين اخوتي انكم الا شريتوا الهيونداي توسون اللي ساويه 43 مليون يعني دوبل البري ديال الداسيا، كونوا متاكدين انكم ما غتزعموش توصلوها لليميت ديالها، واخا اصلا السيستم الاول ويل درايف اللي فيها لا علاقه. والمنافسه الوحيده ديالها اخوتي هي الجيب رينيجيد الفور ويل درايف ماشي التو ويل درايف واللي ثمنها واصل 33 مليون. واللي حصل الحظ اخوتي ان هذا الداستر الفور ويل درايف كتجيب موتور متوركي ديال بصح واللي هو الان 5 لتر دي سي اي كيخرج لينا 110 الخيل و260 نيوتن متر الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في 12.4 ديال الثواني والسرعه القصوى في حدود 169 كيلومتر في الساعه، وكيجي حصريا بالبواطا فيتاس مانويل 6 ديال رابور. والبلان اللي ضربات ليه الداسيا الحساب اخوتي هو البريمير رابور اللي قصير وكيلعب الدور ديال الفيتاس الثقيل ولا الفور لو. الكونسوماسيون هنايا في حدود 4.7% وتقدر توصل حتى 5.5% في حاله ما سيليكسيونيتي والفور ويل درايف. بالنسبه الى بغيتو الفيرسيون ديال التو ويل درايف واللي ما كننصحكمش بها بتاتا البتة، بحيث تقدروا تاخذوها بنفس الموتور غير هاد المره كيخرج 85 عود و200 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في الله وعلم والسرعه القصوى في حدود 155 كيلومتر في الساعه. هنا الكونسوماسيون اخوتي كتطلع حتى 5.1% بسبب التورك اللي ناقص مقارنه مع الموتور ديال 110. هاد الموتور ديال 110 اخوتي تقدروا تلقاوه حتى في هاد الفيرسيون ديال التو ويل درايف واللي كيجي حصريا هنايا بالبوطا فيتاس اوتوماتيك او دي سي مولات 6 ديال لي رابور. ودابا اجيو نشوفوا واش ضيفتنا مجتهده في ماده السلامه. قبل ما نهضروا على عدد النجمات اللي تحصلت عليهم خاصكم ديروا في بالكم اخوتي ان اول طوموبيل جابت 5 ديال النجمات في التيست ديال الاورو ان كاب هي الرونو لاغونا 2. وبما ان الداسيا تابعه للرونو كونوا متاكدين انكم غتكونوا في سلام وامان في هذا الدوستر. ما علينا، هذا الداستر اخوتي تحصلت على 3 ديال النجمات وهذه النجمات بالضبط ما كيعني والو، بحيث كتوفر 74% ديال الحمايه للبالغين و 78% ديال الحمايه للدراري الصغار. وهنا بالضبط اخوتي خاصكم تقراو الرابور ديال صحاب الاورو ان كاب اللي كيقول ان في الكراش ديال البارير لاتيرال الشاسي ديال الداستر وفر حمايه جد جيده لكاع المناطق ديال الجسم ديال الركاب وتحصلت على الماكس ديال السكور. والبلان اللي خلاها تجيب يلاه 3 ديال النجمات هو افتقارها اللي زاد على كوندويت فحال فريناج ديرجونس وبالضبط في الموديلات ديال 2017. بالنسبه لهاد الموديلات جداد الداستر ولات كتجيب 4 ديال لي زيرباك ديال القدام والجناب ولا باس ولي دو فريناج ديرجونس ولو اس بي وحتى لي دو ديماراج اون كوت. وبالعربيه تعربت الى عاوده دارتها ديست كونوا على يقين انها غتحصل او مينيموم على 4 ديال النجمات. ومادام اخوتي كنهضروا على السيكوريتي ما فيها باس ندوي لكم على المشاكل اللي بانوا في هذا الداستر واللي كانوا غيشكلوا خطر كبير على الركاب ديالها لولا الانتباه ديال الشركه، بحيث الداسيا دارت رابيل جينيرال ل 33000 داستر اللي تنتجوا في عام 2018. المشكل هنا كيبان في الفويون روج اللي كطلع في الطابلو دبور ديال ديريكسيون اسيستي وكطلع معاها الفويون اورانج ديال لو اس بي. في هذه الحاله لو اس بي ما كيبقاش خدام والفولون كتقصح، والمشكل جاي بالاساس من الكالكولاتور ديال السيستم ديال ديريكسيون الكترونيك. والحل هنايا بالنسبه للداسيا دارتو بواحد الروبروغراماسيون ديال السوفتوير. مشكل اخر بان في هاد لي دوستر اخوتي اللي تصنعوا في 2018 واللي كيخص الفريناج، بحيث بزاف ديال الناس تشكاو على ان البيدال كتقصح والبويسونس ديال الفريناج كتولي منعدمه. هنا الداسيا دارت رابيل جينيرال ديال 3739 دوستر في فرنسا وحدها، ويعلم الله شحال من طوموبيل خارج فرنسا. الشركه هنايا اما كترومبلاسي البيدال ولا لومبليفيكاتور ديال الفريناج. من غير هاد لي رابيل لي غراف الداسيا دارت واحد الرابيل في شهر 6 2020 ل 23000 داستر وبالضبط موالي الان
25 لتر دي سي اي. بحيت بزاف الناس تشكاو من الكلاكمون ديال الموتور ولاليماج ديال الفويون انجيكسيون اكونترولي، وكاين الناس اللي تشكاو من التعطال ديال الديماراج، وكاين اللي فيهم ما بقاتش بغات ديماري ليه كاع. هذا المشكل بالنسبه للداسيا جاي من لي بوجي ديال البريشوفاج، في بعض الحالات روبروغرامات لي كالكولاتور دانجيكسيون، وفي حالات اخرى اضطرت انها ترومبلاسي البواجا. وما نساوش الرابيل اللي تدار في جونفي 2021 للطوموبيلات اللي تصنعوا ما بين 2017 و2018. بحيت بزاف د الناس تشكاو على ان في الوقيته ديال الديماراج الكونتاكت كيتبلوكا وما كيبغيش يرجع لبلاصتو، والديمارور كيبقى مديكلونشي حتى كيتشوط، وكاين اللي شعلات عندهم العافيه في الكومبارتيمون ديال الموتور. رانا نعم اسيدي ندوزو لفقره الجبهات والودينات. بحيت درت واحد المجموعه من الاتصالات مع ناس تسبوا هذا الموديل وعاشوا معاه عمر طويل. ونبداو اخوتي بالشهاده ديال واحد الاخت مغربيه عايشه في اسبانيا وبالضبط في برشلونه. هاد الاخت اخوتي فايتكرات هاد الدوستر في المغرب باش تدوز الفاكونس، بحيت طاحت في حب هاد الطوموبيل. داكشي علاش قررت في 2018 انها تشري اختها، وبالضبط في شهر 8 بحيت خدات الفيرسيون الفور ويل درايف مولات ال 5 لتر دي سي اي 110 الخيل، وبالضبط الفينيسيون بريستيج. هاد الاخت عجبها اللوك ديال الاكستيريور ديال هاد الدستر واللي كتبان اغريسيف وكتكاس بمعنى الكلمه، والسوغان ديالها رائع وكونفور من الفوق، والبوزيسيون دو كوندويت عاليه وكونفيغرابل. بحيت الفولون كتريغل في لوتور وبروفوندور لا هي ولا السياج كونديكتور، وهادشي بالضبط اخوتي كاين غير في لي فيرسيون برا وللاسف ما عندناش في المغرب. الموتور بالنسبه ليها بويسون والكوبل ديما حاضر، ومن هادشي كامل ايكونوميك وسهل في لونتروتيان. كما ان هاد الاخت عاجبها السيستم ديال فور ويل درايف اللي ايفيكاس في كاع لي تيران ديفيسيل. بالنسبه للحوايج اللي ما عجبوهاش في هذا الداستر عندنا نعم سيدي لامبريسيزيون ديال لاجوج ديال الكاربيرون اللي كتعطي معلومات غالطين، والصداع ديال البومبات المازوت فتحت من 50 كيلومتر في الساعه وفي الغالب بسبب المونك ديزولاسيون فونيك. كما انها كتشكى من التزياد ديال البيدال دومبرياج وليزامورتيسور اللي بداو يصفروا من مورا 30000 كيلومتر. كما انها كتشكى من الباساج ديال لي رابور اللي كيتعكس مره مره، خاصه ملي كتكون الزيت ديال لابواط بارده. وما نساوش حتى الغلاقه ديال المازوت اللي غالبا كتبلوكا وخاصها بعد المرات حتى لثلاثه ديال لي طونطاتي بعد كتحل. والاخطر من هادشي اخوتي انها كتشكى من السيستم ديال ستارت اند ستوب اللي بعد المرات كيسكت الموتور.